كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. لا الجمهوريه نتاع المدير العربي فيها مشات انتهت امرها، علاش بحكم اللي طيح يبدل بالسوري ماشي يبدل يجور عربي ومتنمليه. وحتى نفس الرساله ولا سوريا حتى كي تدخل الديار في مدير الداخل ما عادش كيما الديار قبل المجالس والسقايف العربي والمطموره نتاع الله يحفظ والمطموره فهمتنمليه نتاع قبل نتاع اللي يخدموا فيها القمح والشعير والدهالز ما عادش تو كلهم سوري كيما وقتنا عصير ما عادش. هنا عندي 40 سنه في الحانوت فهمتني ولا عربي ها؟ لا لا قبل قبل مدينه عربي معناها كي تدخل حون الجامع الدوخس تو ما عادش تو قاعد كان الزنق نتاعها وكهو ما عادش كالديار الزمنيين الباهيين تاع السقايف الاولى والسقايف الثانيه والدريبه والدكانه وما عادش بكل. قلت لك مازلت فيها مدينة عتيقة هي دي كلها مشيت البلاد بيني وبينك ربي يودي شيء حتى الدار الأثار ما عادش خادمين فماش خدمة مشيت على روح قبل كانت بالقدا وكانوا واقفين وكانوا ينظموا واللي يتكسر يريقلوه خي توا الله يقدر الخير وبرا مشيت لوليا توا فما تقريب 16-17 نولي مكسر منهم سيدي شكونو سيدي الرنان سيدي شنوا سيدي شنوا في الحف عمد الجامع امشي تو ترى بعينك مشيت البلاد مع حسرة عليها بدلت شويه تو اللي هذا ولا يلوج على السوري ما عاد شكل اكل الاحجار العربي دوروها تو ياجور خاطر تو البني كله تو بالياجور يا حسره على قبل على العربي على الحجر ما عادش بدل يبنيو بالياجو الاحمر ويبنيو في بني فوضوي وحاله حديده وبرا شيء اسف والله شيء اسف بلاد العربي مشيت ماهيش بلاد عربي توا مجد فما حاجات اللي لازمها تترمم وتتعود على الشكل القديم.